طيب منير، مين مثلك الأعلى في الغنى في الفن من المطربين اي سواء حد القدام أو بيعمل الجداد؟ غنوة حلوة يبقى لازم ابص عليه ولازم اقول ان انا هعمل اغنية احلى منه، طب سواء من اكبر واحد لاصغر واحد. اوكي، في اغاني دلوقتي حلوه ومسموعه بشكل كبير جدا جدا وهي اغاني المهرجانات او الاغاني الشعبيه، وبغنيها بتغنيها؟ بتحبها جدا. وممكن تعمل اغنيه مهرجانات؟ ممكن لو الكلام ما يخلينيش كمان 10 سنين طب لا نسمع. اوكي، بس انا عايز بس اعقب على قول. حتة المهرجان. انا احب المهرجان يقول كلام مش ما يضرش حد، اكيد اكيد بس طبعا، ده وده اللي بيبقى يهمني. اعتراضنا على فكره كلنا، كل اللي بس بيحب الاغاني دي بس بيبقى عنده تحفظ على بعض الكلمات بالظبط، مفيش المستخدمه. حاجة اسمها موسيقى مؤدبة وموسيقى مش مؤدبة، الكلام هو اللي الكلام هو مؤدب اللي وكلام مش بيعبر عن مؤدب بس، المعنى. انما نوع الموسيقى في صح. انواع كتير طب ايه جدا. الاغنيه اللي بتحبها انا وبتحبها بحب منها؟ ايه مهرجان مهرجانات؟ بحبه جدا، بيقول ايه، بيقولوا سكوتنا راحة واحنا بصراحة عليكوا خايفين، عاملين حساب العشرة وعلى الغدر ما كناش ناويين، ما تصفوا شوية النية ولا ما تربطوش على دية، نازلين في كل الناس عنادية، اتكرهتوا يا بشرية، ومش بعاني وانا وحداني ببقى مبسوط على فكرة، واللي سابني النهاردة مصيره ما يشوفنيش بكرة، اصل الحياة بتبقى تلاهي وهنبقى لبعض بقى ذكرى، بنمسي على اللي مقدرنا اذا كان قريبنا اذا كان جارنا، تقديركم متشال في القلب، تقديركم متشال في القلب، بالحب انا بحب كل الناس ودايما بسيد، ولو ضعيف انا بهد هد علشان في ظهري وسند انتو، وخلاص خلصت كلامي وهعافر وفي ايامي وهحقق اللي بيجي، حتى ان شاء الله بقى في احلامي، حتى ان شاء الله بقى في احلامي. انا اتغيرت حياتي ما بتقف على حد، انا اتغيرت حياتي ما بتقف على حد، يكسبني اشيله في عيني يكسرني، ضهي بعينه ويكرهني، الله يعينه ملحق ده اللي ماليه مني. انا مش عارفه ده مهرجان، انا مش حاسه مهرجان خالص. لا مهرجان، والله دي الفكره بقى، ان انت مهرجان شيك قوي جدا. لا قوي، بس تسمعيها هتلاقي نفس الاصوات اللي بيستخدموها في المهرجانات، بس بس الكلام فيها لحن او فيها ايقاع، فيها لحن فيها طبعا ايقاع وكلام، بالظبط. بس كلام بالطبقه اللي هم بيغنوا بيه، بطبقه الكلام واللغه اللي هم بيتكلموا بيها. بس انت ما عندكش مانع خالص انت تعمل مهرجانات تستخدم خالص نفس اللحن او طبعا المزيكا، نوع طبعا، المزيكا اللي هم لحن جميل بيستخدموه؟ جدا اهو، كلام ما فيهوش اي حاجه عيب وكله كلام كويس، وهعمل برضو حلمي. طب هسألك سؤال تاني، اتفضل. لو جالك فرصة انت تعمل دويتو مع حد من مطربين المهرجانات، تحب تعمل كده وتعمل مع مين؟ طبعا اعمل مع مع مين؟ مين؟ اوكي، انا ممكن، انا عمر كمال صديقي، ممكن اعمل مع عمر كمال، اعمل مع شاكوش، اعمل مع حمو بيكا. على فكرة الناس دي مش عشان مش بتكلم كأصوات، انا بتكلم لا بس عمر كمال صوته حلو جدا، عمر كمال صوته حلو. وحسن شاكوش انا صوته حلو، بتكلم مش على كل الناس، وحسن شاكوش. انا بتكلم مثلا حمو بيكا، حمو حمو بيكا مش بيكا ده مطرب حالة كاريزما يعني، بالظبط بس بالظبط. هو الأغنية سبحان الله بتضرب معاه لأن هو يعني ولا كاريزما تسألي ليه ولا شخصية عشان كده، ايه، ده بالظبط. ربنا رايد ان حضرتك تبقي في الكرسي ده، وانا رايد ان انا ابقى مع حضرتك النهارده ومع حضراتكم النهارده. صح مظبوط، محدش يسأل ليه، صح، محدش يقول بص يا ابو 16 سنة راكب عربية ايه، ده رزق جاله، ايوه ما تسألش ليه، ده ليه، دي من عند من سؤال الشيطان، فما تسألوش. ربك رايد ان ده يبقى عنده كذا، وراي رايد يبقى عندك كذا. عاجبني الحاله اللي انت بتتكلم بيها، يعني فكره ان انت عارف انت عايز ايه وعندك امل وعارف ان انت ان شاء الله هتوصل. وكله بقى هوصل.